صغير عندك مكانة خاصة في قلب والدك وفي قلب والدتك، رغم أنك أنت الرقم 6. مظبوط. والدك عرفنا كان السبب إيه، كان عايز يغذيك فبيديلك منابه. والدتك كنت بتشوف مكانتك عندها إزاي؟ يعني الموقف اللي كان بيخليك تقول أنا مكانتي عند ماما مختلفة مش زي إخواتي. والله هو مش مسألة إن أنا مميز عنهم، بس أنا كنت بحس دايماً إن هما يمكن فعلاً عشان أنا أياميها كنت مسلوعة كده، إن أنا محتاج اهتمام أكتر، أو إن أنا في النص عشان إيه ما أقعش بين اللي قدام واللي ورا، فكان في اهتمام. لا هما والله طبعاً كل إنسان بيقول على أبوهم ودول أجمل حاجة في الدنيا. طبعاً أنا طبعاً بالنسبة لي دول يعني كانوا روحي وحياتي، يعني كانوا طيبين زيادة عن اللزوم، يعني عمرهم صوتهم عالي، عمرهم ما لاموني أو حد من إخواتي حتى. لا أنت عارفة طيبة الصعيدة مع الريف، مع إحساسهم بأنهم بيربوا كيان كبير، فده كان بيخلي برضو فيه هدوء وسكينة، والمعاملة بتبقى هادية. لا يعني الله يرحمه. الحاج بدير كان بيتكلم صعيدي؟ لا. والله؟ كان بيتكلم كفر الشيخ ولا ايه؟ طبعا قعد مدة كبيرة في هنا، بس لما راح بقى ما هو الزوجة تخلي جوزها يتكلم هندي حتى. يعني كانت أم أحمد الله يرحمها، لا كانت طيبة بس مؤثرة. تأثيرها قوي، كان تأثيرها قوي. هي دي الست المصرية. طبعا طبعا.